الايطالي. طيب شايف انه يعني احنا في منافسه ومنافسه شرسه حقيقي جداً. وهقول لك بمنتهى الامانه بانت من خلال نقل الفضائيات لكاس العالم للماتشات اي ماتشات خارج الحدود ممكن معلقين اخرين احنا بنسمعهم يعني بس احنا موجودين على الساحه طبعا موجودين وعايز اقول لك بره وبننافس بره طبعا ما انا بقول احنا ابتدى في منافسه كان زمان ما فيش دلوقتي ابتدى ناس تطلع يعني لا اصل برضو بعض الناس قالوا ان احنا تراجعنا لا احنا لا ما تراجعناش انت اتفرج على كل المباريات تحليلات الامم الافريقيه تحليلات كاس العالم ما فيش دوله ما فيش استوديو الا لما فيها معلقين من مصر بالظبط كده هم اللي غير المحللين في معلقين كمان بالظبط كده الاثنين طيب سؤالي لحضرتك ايه المعلق الرياضي محتاج ايه علشان يقدر يحافظ على الرياضة محتاج ان هو يكون مثقف رياضيا محتاج ان هو يكون مطلع بمنتهى الامانة يعني انا بتكلم عن جيل حضرتك يعني تمام. شايف ان الجيل اللي قبل كده كان اكثر ثقافة ملم اكتر عنده الحياد كان الى حد ما كبير وكان موجود ولا شايف انه ده ابتدى احنا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة احنا زي ما احنا نقول الاجيال اللي فاتت مش هتيجي زيها احنا يعني انت بتحاولي يعني تجاري العصر اللي انت فيه عبد الحليم حافظ مش هيجي عبد الحليم حافظ ام كلثوم مش هتيجي ام كلثوم كابتن لطيف مش هيجي كابتن لطيف بس انت بتحاولي تجاري اللي انت فيه النهارده انترنت يعني انا طالع مع حضرتك وفي معلومات قدامي من انترنت كل المعلقين النهارده انترنت بقى حاجه اساسيه ايام كابتن محمد لطيف ما كانش فيه انترنت انت النهارده بتتفرج على دوري ايطالي واسباني وانجليزي وعايزه لازم تعرفي ليفربول مين بيلعب تشيلسي مين بيلعب زمان ما كانوش يقدروا يوصلوا المعلومات دي بسهوله انا فاكر ان كان جده بيجيب مجله انا فاكرها لغايه النهارده كده كان بيسافر لندن يجيب مجلات قد كده اهو ويقعد يترجم ويطلع الصور ويعد الاجوال دلوقتي كل حاجه انت بتدوسي على الزرار بيطلع لك كل حاجه قدامك الترجمه جاهزه كل حاجه قدامك زمان ما كان يعني اغلب الشعب المصري ما كانش بيشوف الدوري الاسباني والايطالي والانجليزي، النهارده اغلب الشعب المصري ما بيشوف الدوري الاسباني والانجليزي قبل المصري. فانت كان زمان مهمتك اسهل من دلوقتي، انت النهارده ما تقدريش تقولي معلومه لما لازم اتاكد منها تكوني واثقه مليون في المية ان المعلومه دي صحيحه، لان دلوقتي الجمهور يمكن اكثر ثقافه من بعض المعلقين، يعني انا ساعات بستفيد جدا من الجمهور، ساعات بعض المشاهدين بيقول لي معلومات انا ما اعرفهاش. فعلا. لان ممكن يكون هو عنده وقت متابعه في حاجه انا كنت بتابع حاجه ثانيه وهكذا لان طبعا الانترنت وطبعا الفضائيات وطبعا نقل المباريات الكتير جدا اداكي مساحه من المشاهده غير طبيعيه ما كانتش متاحه قبل كده صحيح فكره الحياديه وفكره ان انا ممكن اطلع نجم وانزل نجم يمكن ده كان موجود يمكن في الماضي شويه لكن دلوقتي حاسس انه ابتدى يقل يعني حاسس لو مثلا معلق رياضي ابتدى يتكلم او يبقى فيه نوع من الهجوم كده على لاعب معين ده بيأثر عليه زي زمان ولا لا؟ اكيد يعني انا فاكر كلمه لجده الله يرحمه ونصيحه ليا قبل ما هو يتوفى قال لي لو في يوم من الايام فكرت ان انت تبقى اعلامي او تبقى معلق او تبقى مذيع لو ما نسيتش قدام الميكروفون ان انت زملكاوي مش هتنجح. لو وقفت قدام الميكروفون في لحظه او مسكت الميكروفون في لحظه وحسيت ان انت زملكاوي ثق تماما ان الجمهور مش هيتقبلك وكانه هو كان حاسس ان زمان حاجه ودلوقتي حاجه زمان انت كنت ممكن تتقبلي من كابتن علي زور معروف ان هو اهلاوي انا كجمهور زمالك او كزملكاوي ممكن اتقبل من كابتن علي زور اي حاجه يقولها ممكن اتقبل وانا اهلاوي لا لان هو كمان كان بيقول ايه ما انا بقول لحضرتك حاجه انا كاهلاوي سي مثلا لو بصينا جمهور الاهلي ممكن يتقبل كابتن محمد لطيف اي حاجه رغم ان هو معروف ان هو زملكاوي انما دلوقتي لا النهارده زي ما قلت لحضرتك الجمهور فاهم واعي بيوزن بالكلمه فلازم يعني عارف المعلق لما يقول الكلمه دي ان هو يقصد حاجه معينه لان يعني برضو معروف انتماءاتنا معروف ان انتماء خالد لطيف زملكاوي كذا اهلاوي كذا اسماعيلاوي فلازم انا في رايي انا الشخصي ممكن ده بيزعل شويه مني من جمهور نادي الزمالك اللي انا بحبه ان انا محايد او في مباراه النادي الاهلي بدي النادي الاهلي حقه ويمكن كمان باجي زياده للنادي عشان ما يتقالش عشان انا زملكاوي يعني ان انا جيت على النادي الاهلي عشان انا زملكاوي ومتهيالي برضو يعني المعلق الاهلاوي برضو ممكن في ماتشات نادي الزمالك بيعمل كده على اساس ما يحسش ان هو جه على الزمالك عشان هو اهلاوي ده انا خالد
انا شايف ان لازم معلق يبقى محايد، طالما قعدت قدام الميكروفون لازم ابقى محايد. صحيح. شايف المعلق الرياضي حدوده لحد فين؟ يعني احنا اوقات كتير طبعا يعني احنا طبعا هنتكلم عن اللزمات الجميله بتاعت كل معلق، واكيد انت حافظها يعني. ايوه طبعا. بس الفكره انه بغض النظر عن اللزمات، لكن في معلقين يعني انا دلوقتي ساعات بحول او ساعات بوطي صوت التلفزيون واسمع المعلق بتاع الاذاعه او العكس، على اساس انه ممكن يبتدي يخرج بعيد عن المباراه ويبتدي يتكلم في حاجات شخصيه. انا عايزه المباراه، عايز المباراه. شايف لحد في لاي مدى يعني ده ابتدى يحصل؟ لاي مدى؟ ان لما تحبي تستعرضي عضلاتك في المعلومات. لو انا فكرت في يوم من الايام، عاده انا بتكلم، ويمكن دي اسرار مش كل المشاهدين عارفينها، يمكن اللي في المجال الرياضي عارفينها او فاهمين اللي انا هقوله، ان انا كمعلق ممكن ادخل لماتش محضر ورق قد ده تقريبا بالظبط. ياه. حوالي 50 60 ورقه. ممكن ما اقولش حاجه من 50 60 ورقه غير ورقه. بتبقى فيها ايه؟ معلومات عن كل لاعب بقى. كل حاجه محتمل. يعني زي اللي بيعمل سيناريو فيلم. بيبقى كاتب كل السيناريو من A to Z. كل حاجه ممكن، ضربات الجزاء، الانذارات، الدقايق اللي جت فيها الاجوال، اللعيبه دي احرز في ماتشات ايه؟ طب اللعيب ده اتطرد في ماتشات ايه؟ طب اللعيب ده خد انذارات في ماتشات ايه؟ كل حاجه محتمله. طب هو مش المفروض ان انتوا تعلقوا على المباراه بس؟ يعني الكوره دي رايحه فين وجت منين ومين خدها وشاطها حلو ولا لا؟ يعني دلوقتي ما ينفعش، ممكن زمان. الناس هي اللي بتخليكوا تبقوا كده. عايزه اكتر. عايزه اكتر، لان خلاص زمان انت زي بالظبط اللي كان بيبني اساس عمار. انت دلوقتي بقيتي في الدور ال 14، ما ينفعش ترجعي تقولي له ده شاطها برجله يمين، ما هو شايف شاطها برجله شمال، ما هو شايف. هو عايز حاجه جديده ما شافهاش قبل كده، او حاجه جديده ما سمعهاش قبل كده. بس امتى؟ يعني انا في رايي، ويمكن من ضمن انا يعني من ضمن الناس اللي علموني، بعيدا عن كابتن محمد لطيف، وكان ليا الشرف ان يمكن ناس افاضل وكبار جدا جدا علموني سنه 92 لما دخلت التلفزيون المصري، ان قيمه المعلومه في وقت المعلومه. 90% من قيمه المعلومه اللي انا اقولها في وقتها. ما انا ممكن اقول معلومه قيمه جدا بس في وقت غلط جدا، زي ما حضرتك بتقولي. ما تبيش عندك استعداد ان انا تسمعيه. أيه، انت عايز تتفرجي على الماتش، انما لا، في اوقات معينه، يعني كره تلعب بره بالظبط، واحد مصاب، واحد مصاب، ممكن اقول يعني الكره لسه او لو لجبوه. مثلا سبق بقى، يعني عرفت مثلا ان ابو تريكه مضى مع مش عارف، يعني ده سبق، ده او حاجه ملازمه الحدث يعني. او تقولي معلومه في ثانيتين، مش هتعطلك عن حاجه، او مش هتخلي اذنك وعينيك تروح عن حاجه بعيد عن اللي موجوده في الملعب في ثانيتين. ممكن اقولها. كابتن خالد، احنا هنستاذنك، هنخرج فاصل ونرجع نكمل حلقه. اتفضل.